سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركة الله ما عندي معكم ني كيكه ني حلويات ني عفسة هكذا. بعيدا عن هذا حنشارككم، بما انكم انتم عائلتي الكبيرة، وحبيت نشارك معكم تحضيرات للتخرج، ديكورات، جميع الديكورات من البداية إلى النهاية لتخرج ابنتي ماستر دو. حتخرج إن شاء الله وبه تتم الصالحات، الحمد لله. حتخرج صحفية بعد جهد و يعني وقرات وتعبت وهكذا يا اكسيتيرا، وعارفين واش كاين. عندي لها تحضيرات. التحضيرات هذوما لابنتي اكرام، تخرج تاعها لا سوتونس، حبيت نشارككم. كاين بزاف طلبه ما عندهمش شغل هكا يشروا، راهي اتمان باهضه باهضه صدقوني في المحلات، يعني لا ديكوراسيون هادو ما راهم غاليين بزاف. انا حبيت نشارككم افكاري والفرحه تاعي، على بالي تفرحوا معايا، وان شاء الله قاع تفرحوا بولادكم، باسكو هذه هي الفرحه الام، يعني نستاهلوا فرحه هكذايا تاع ولادنا في النجاحات قرايتهم، لاننا رانا نقراو معاهم، رانا نتعبوا معاهم، رانا من الابتدائي حتى لافاك حتى الجامعه، وحنا واقفين معاهم. الله المستعان، وربي يفرح كل الاباء والامهات بولادهم. الا هذه هي فرح، انا بالنسبه ليا انا تخرج ابنتي اكرام صحفيه، هذه هي فرحه العمر، صدقوني هي فرحه العمر. حبيت نستمتع ونتلذذ بكل لحظه بكل ثانيه مع ابنتي اكرام من البدايه الى النهايه، وانتم تستمتعوا معي وتدوا افكار ان شاء الله، افكار عده، وما منديكم معايا حتى نهار المناقشه تاعها، ان شاء الله تكونوا حاضرين معايا اونلايف. على بركه الله. عندنا بزاف، نحب عندي طابله صغيره، ما حبيتش نحط كلش على خطره، نبداو حبه بحبه. الو، حاجه الاولى البنات، عندي لكم ديكوراسيون لي دراجي. بون، لي دراجي تاع التخرج ام يتباعوا كيما تاع المولد النبوي مكتوب هنايا، كيما تاع عيد مبارك مكتوب هنا، ختان مصدقوني غاليين 300,000 الكيلو، يعني الله المستعان. جاتني فكره البنات، حندي لكم ديكوراسيون لي دراجي، شيت لي دراجي تاع شوكولا، شوفوا كيما هادو، ما شوفوا شحال من حبه، الله يبارك، شيتها 6000، شيت هاد الحبات شيتهم 6000. لا سوتونس ما فيهاش بزاف، قيس المعلمين اللي يقوموا بالمناقشه وهكا شي حباب، هذا ما كان. الو، شيتهم قلت لكم 6000 تاع الشوكولا، تاع الشوكولا كاين باللوز كيما تحبوا. عندي هاد المول سيليكون ديجا خدمت معكم به، ولا في حلوه الاسكيمو. عندي كميه من عجينه السكر، اللون الاحمر واللون الاسود، ما نديرو ني تيلوز ني غياني والو. حنحكم هاد القبعه الصغيره كامل اللي تجي فوق لي دراجي. شوفوا البنات، تقدروا تواسوا رساله، تقدروا تواسوا اي ديكور. نحكم عجينه السكر كمية قليلة، دائما نعتمد على النشا، ولا ونضغط. خيرت البنات قبعة التخرج الصغيرة كامل، ولا البنات شوفوا كيفاش حداري هنا، هدي رقيقة بزاف، نرفدها شوفوا بكل سهولة. هذه هي قبعة التخرج. نزيد نخدم معكم اللون الأسود، طريقة جد سهلة، فوالا نضغط. دائما نقولكم كي نخدموا الفليم والسيليكون ما نضغطش هكذايا، نمشي، شوفوا نمشي باش ناخد الفورما. فوالا، بالمناسبه صدقوني الفرحه تاعي كي حكولي المتتبعات باللي تاع المحفايس عليا وتاع المحلويات عليا وحاجات كبيره، انا هديه اكبر شهاده ديتها من احلى متتبعات. فوالا شوفوا هكذايا، شوفوا يتنحى فاسيلمون، تنحى قبعة التخرج. كمية منهم البنات ونولي لكم. فوالا البنات، كي قبلت قبعة التخرج، لاكول اليمونتير كمية من التيلوز والماء، ندير هنا البنات شوفوا هكذايا، ونديرها فوق حبة دغاجي بكل سهولة. فوالا تلصق بكل سهولة. نزيد اللون الأحمر،
دو بريفيرونس البنات فوق لي دراجي نديروهم، والعجينة السكر تكون طرية، ما نخلوهمش يبسو. فوالا شوفوا البنات كيفاش جاو، نحي شوية عجينة السكر، حاجة بريزونتابل وحاجة يعني تبين بلي التخرج. فوالا نكمل لصق هذوما قبعات التخرج ونولي ليكم. نعطيكم جوست هكا نظرة. دوك البنات حندير دوغي ميتاليك كي العادة، ناكري ناكري دوغي فوالا مع سولفون. حنوسي جوست ديكوراسيو هكذا فوق القبعات التخرج ديالي، نرفد الحبة فوالا هي لاصقة، نوسي هنايا الدوغي شوفوا البنات، ونوسي ديك النقطة هذا مكان فوالا. شوفوا قبعات التخرج ديالي بنفس الطريقة، نكمل الغوش والحبات تاعي، يعني التخرج يعني يا نوار يا غوش فوالا. وندير نقطة هنا، البنسو تاعي شوية كبير، هذه هي لي دراجي تاع التخرج فوالا. جوست فكرة حبيت نبارطاجيها معكم، نخلوهم اباري نشفو ونروحو لديكوراسيون واحدة أخرى. نروح لا ديكوراسيون البنات تاع القارورات. شوفوا عندي كوكا، تقدروا ديروا كوكا اي حجم، عندي كوكا هديه فوالا ميني، وعندي قراع تاع سعيده. حنديروا لهم شغل قبعات التخرج، شابو تاع التخرج، ديكور يجي شباب. اون بلوس البنات عندي هاد اللي ساقات خدمتهم عند واحد السيبر، واحد الاخت الله يبارك ما شاء الله تخدم. هذا هو الرقم تاعها، سجلوا البنات فوالا، لخدمتها الله يبارك في الشباب. فيها كانك شغل ما نتعبوش، غير شوفوا يدي راهي بعجينه السكر السوداء فوالا. نقطعهم كيما راني قطعت، يعني بديت نقطع. شوفوا شغل خريجه حجابيه تقدر توسي لكم تانيك بلا حجاب، كل وحده كل وحده كل وحده كيفاش. انا بنتي حجابيه درت لها هذوما، وكتبت تخرجت صحفيه، واش هكي حتخرجي تكتب لك عادي نورمال. هذوما نديروهم في القاروره عفوا تاع الكوكا وتاع وتاع الماء. نكمل نقطعهم كامل. والان البنات نروحوا كيفاش نشكلوا قبعه تاع اللي نديروهم هنايا في القارورات. الوغ واش نحتاجوا؟ عندنا قارورات سواء غازوز ولا مشروبات، اي مشروب غازي ولا ليجو، وعندي قراع الماء. قراع الماء ثاني حندير ديكوراسيون في هاد لي باي. شوفوا شيتهم 20 شابين بزاف فوالا. نحتاج ميترا، نحتاج مقص، نحتاج هادو مشويشات ديجا وريتهم لكم اللون. لا درتو القبعات اللون الاسود ديروا اللون الاحمر، لا درتو قبعات اللون الاحمر ديروا هادوما اللون الاسود. وعندي هاد البابي البنات شوفوا بسم الله، بون شريت ديجا فوالا. شوفوا هاد النوعيه شابه، شغل خشين، شوفوا البنات اهو خشين. وعندي هدايا رقيع فوالا، هذا وقت شيتو 7000 وهذا شيتو 10000، يعني ولا ما نسيتش ما خانتنيش الذاكره. انا حندير هذاك الخشين، يلا مع بعض البنات نخدموا مع بعض هاد لا ديكو غاسيون. حاجه الاولى البنات واش نواسو، نحطوه ابار فوالا، عفوا نحكموا القاروره تاعي. نبداو بالكوكا، نحكموا القاروره واش حنخدم في الكوكا، نخدم في سعيده. نحكموا القاروره، نحكم الميتره تاعي فوالا، ندور هنايا على البوشون نشوفوا شحال. شوفوا البنات جاتني 10.5، 10.5 بالتمام، استناو مليح شوفوا معايا، جاتني 10، هاي 10.5 فوالا، جاتني 10.5. انا ما نديرش 10.5، انا ندير 11 ولا 11.5، فهمتوني البنات؟ باش هذيك القبعه التخرج تدخل في الشابو، ندير 11.5 فوالا، 11.5. نحكم البابي تاعي، دني هادو مقاع
والطول البنات شوفوا الطول 11.5 شفاف، والطول واش ندير؟ شوفوا هي زوج، انا ندير 4 سنتيم، هي زوج انا ندير 4 سنتيم، انا حابه القبعه تجيني شويه طويله. صافي 11.5 على 4 سنتيم، نكيل هنايا 4 سنتيم ستيلو لا فين د لاني ما يبقى لي والو، 4 سنتيم نعين هنا 4 سنتيم على طول كامل باش ينوسوني قاط على استقامه واحده. سكتوا برك الهندسه، سكتوا برك، كنت مجتهده في الهندسه البنات، كنت نجيب نتائج الله يبارك في الهندسه. فوالا فوالا 4 سنتيم، نقطع الشريط هذا كامل فوالا، نقطعه فوالا، انا قطعت الشريط نحط هذا اباغ بسم الله. كاين 11 جانا 10.5، نديرو حنا 11.5، نزيدو هذاك شويه، نقطع الشريط الاول فقط فوالا. شوفوا هذا البنات اللي يجي داير فوالا، شوفوا البنات الشريط تاعي 11.5 على 4 سنتيم، شوفوا ندخلوها هنايا فوالا. علاش قلت لكم ديروا الزياده؟ باش نعرفوا كيفاش نشدوا القبعه تاعي. شوفوا هكذايا دوك هاد الشريط البنات نقيس عليه ونقطع على حسب عدد القارورات تاعي تاع الكوكا. ثلاثة وشوف شاطلي شوية أكيد ما يجيش فينا المونجا فوالا. صافي كل شريط يقطع لي 4 قارورات بنفس الطريقة البنات، نكمل ونولي لكم. أنا كملت الشريط تاع القبعة تاعي البنات، دوكا نروحو نوسو ديك القاعدة كاري من الفوق. شوفوا نفس الطريقة قطعت شريط كبير درتو 5 سنتيم، شوفوا البنات راهو 5 سنتيم المربع، جميع الأضلاع تاعو 5 سنتيم. شوفوا أني درتو 5 كيما راكو تشوفوا على 5 فوالا، 5 على 5، ومن بعديك نحطو المتر البنات. بهذا المربع تانيك نفس الطريقة نقطع المربعات هذوما البنات تانيك. يلا اشطروا ديروه كمشروع مربح، بيعوا لاصحاب اللي بيعوا مستلزمات الحلويات فوالا، شغل نضربوا عصفورين بحجر. نشارككم الفرحه تاعي في تخرج ابنتي، اون بلوس اعتبروه كمشروع مربح، نتوما تفرحوا ان شاء الله وربي يسهل الامور. ما يخفلكمش بلي هذا اللي نديروه في الحوانت او يتباع 3500، وفي بعض المناطق حتى يوصل حتى 4000 القبعات التخرج تاع القارورات فوالا. شوفوا البنات المقاسات اللي درته لكم يناسب جميع انواع القارورات تاع سواء الكوكا ولا الجو ولا الماء. شوفوا المقاسات، درت لكم مقاسات مضبوطه كيما الكوكا فوالا، ها هي درت لكم بزياده، شوفوا حتى في الماء يجي فوالا، مقاسات مضبوطه هكذا تجي مع القبعه. شوفوا البنات اي بدات تبان، ونديروا طربوش هكذايا وفينا الماء، شوفوا تاع التخرج فوالا. هاكو خديتو معلومة. لو بقارورة الكوكا هادوما شوفوا البنات، ندير تغلوتو فوالا. شوفوا انا حكمت الفورما، ندير لصقات، تقدرو توسو تخدمو بستيك تانيك فوالا ولا بيستولي، ونغلق. شوفوا البنات اي شده اللصقه تاعي، دوكا نوسيل هنايا تور دو تور فوالا، تقدروا ديروا بستيك تانيك هكذا، نوسيل الغراء تور دو تور فوالا،
ونحكم هذاك المربع اللي درته 5 على 5 سنتيم فوالا، ونحطه من الفوق ونضغط فوالا. اي فوالا، هذه هي القبعه تاعي تاع القارورات الماء، شو العصير او المشروبات الغازيه. ثاني البنات درت تاع الماء فوالا، شوفوا البنات هكذايا. ومن بعد واش نواسي هادوما عندي عقاش تانيك، عقاش صراحة شيتو شوية غالي 1000 فرنك الحبة، مين توما سي واش تشرو ولا فوالا مانيش عارفة كيفاش. ندير كمية من الغراء هنايا في الوسط فوالا، اي توسات لي منها نمسحها، نحط هذيك الهدية وندير العقاشة هنايا ونضغط، نضغط مليح حتى تنشف لي. شوفوا البنات، او لصق لي الشابو تاعي هكذا صدقوني، او يتباع 3500 حتى 4000 يباع، حنا يجينا موان شاء. شوفوا يدخل ويخرج بكل سهوله. نزيد نوري لكم هدايا البنات فوالا. ندير كميه من الغراء فوق فوق القبعه ونثبت هديه فوالا هكذايا، وندير العقاشه تاعي فوق الغراء. العقاشه هي اللي تشد هاد التشبتوبه هذه كما يقولوا. هذا تاع الكوكا او تقطع لي، شريت هذا البنات تاني هذا قابل يعني شغل للماء، مليح للماء ما يتنحاش. شوفوا فيه غراء، قطعته حكمت هدايا تاع الكوكا كيلت عليه البنات، شوفوا كيلت عليه وقطعته سوا سوا فوالا، قطعته سوا سوا. نحل اللصقة تاعو، ما عنديش تفرتي نلقى صعوبة فوالا. شوفوا البنات يتنحل بكل سهولة، ونديرو في بلاصة فوالا، في بلاصة وين كان تاع الكوكا. شوفوا كشجا نحكم هذيك الإكرام تخرجت صحفية فوالا، نحيلها تاني كاللصقة، اللصقة تاعها شوفوا البنات فوالا، ونلصقو هنايا، لصقو جوست هكذايا. شوفوا اي تلصق بكل سهولة فوالا. شوفوا البنات كاش جات، نزيد لها القبعة تاعها. اي فوالا، هذا هو الديكور اللي شاركته معكم. شوفوا البنات شحال شباب، حاجة بريزونطابل، حاجة شابة، نخدمهم بيدينا عفوا. نفس الطريقة نزيد تاع قرعة تاع الماء، نحي هذيك ليتيكات تاعها، وراهي وراهي نحيها بالمقص معليش فوالا. شوفوا القاروره تاع الماء ما كان لها نديروا لها هاد الدوغي، باسكو هذيك هذاك الديزاين هذا يبان في القاروره هكذايا. هنا درت لها الدوغي باسكو الكوكا نوار هكذايا. نحي ولصق البنات هنايا، شوفوا البنات شحال جات شابه فوالا. هذا هو الديكور، مازال ما شفتليش اللصقة. هذا هو الديكور اللي حبيت نشاركه معكم تاع القارورة المشروبات الغازية او لي جو، وقارورة تاع الماء في يوم التخرج. نكمل القارورات تاعي ونولي لكم. بعد ما كملنا لا ديكوراسيون البنات تاع القرع الكوكا فوالا، طربوش والماء قارورة الماء تاع التخرج، مازلني مع اجواء تحضيرات لا سوتونس تاع ابنتي اكرام. حندير نعطيكم اون استيس توسوها لا ديكوراسيون تاع لي باي تاع المملحات ولي بابي. نبداو البنات. الا شوفوا البنات واش خدمت في السيبر، اللي عطيت لكم الرقم الهاتف تاعها.
الاخت مريم تخدم في البازيطه، شوفوا انا نعطي لها دي زيدي وهي تخدم لي كيما نحب انايا. شوفوا كتبت لي هنايا دارت قبعه تخرج ورساله فيليسيتاسيون اكرام، فوالا هادو حنديرهم في لي بابي موشوار. وشوفوا هادوما كيما قلت لها خدمي لي قبعه ورساله تخرج باش نواسيهم في دوك المسيسكات تاع لي صالي. فينالمون يعطيها الصحه، خدمت لي خدمه في شباب، فوالا شوفوا كيفاش تبعوا مع اون بلوس فيهم اللصقة، يعني ربي يحفظها ان شاء الله. قطعتهم لي ساعدتني وخلدات لي فيهم اللصقة، خدمتها في الشباب الله يبارك. فوالا حاجة الاولى نحكم هاد المسيسكات، انا حنواسي لي صالي ميني شاورما باسكو اكرام تحب ميني شاورما، هي اللي طلبت وانا نفذ. عندي هاد المسيسكات البنات شيتهم اونوار بيسك تخرج، على بالكم الاحمر والاسود. فوالا نحكم هذيك القبعه، شوفوا نحي الغراء اللصقة، حوست عليهم في الاسواق ما كاش، يبقى نخدمهم. صدقوني انا هكا المناسبات السعيده شغل فرحه العمر تاع ولادي نحب نكون معاهم خطوه بخطوه، حتى في اعياد الميلاد، حتى في فرحة كبيرة ما تتوصفش. فوالا لصقها البنات، شوفوا بكل سهولة لصقها في المسيسكة هدية، شوفوا كاش جات تاع التخرج. هذه هي ديجا اني خدمتها، طريقة جد سهلة، جوست اون استوس. فوالا هكدايا نحي الغراء ونلصقها بكل سهولة الفوقة في المسيسكة تاعي تاع المملحات. شوفوا البنات ما تاع لي صالي، صافينا درنا زوج حاجات. دوكا البنات نروحوا لي بابي مشوار، شوفوا واش شريت البنات. بيان سور خيرتهم اكرام، مكتوب فيهم فيليسيتاسيون، فوالا 10 يديروا 20000. فوالا بزاف شابين، حبينا نوعوا في لا ديكوراسيون. نجبد لي بابي تاعي، نحكم شوفوا نحكم البابي موشوار تاعي نطويه. انا طويت لي بابي موشوار تاعي، شوفوا البنات حندير حاشيه هديه اللون الاحمر، عندي في الرقيق وعندي في المواي، انا حنخدم بالمواي. نحكم الحاشيه تاعي البنات، نحاول ما نغطيش الكتيبه، نحكم الحاشيه هكذايا ونغلق عليها هنايا، شوفوا نغلق عليها هنايا بالبيستولي. فوالا انا دوكا ما نغلقش، نقطع نحاول نحكم الكيل البنات باش ماشي شاك فوا نكيل. فوالا نقطع هاد نفس الطول تاع هاد الحاشيه كامل. يا الله سبحان الله، اللهم صيبا نافعا، الشتا راهي تصب البنات. انا ندور الحاشيه، شوفوا ندور الحاشيه كيما كنتو تشوفوا، حنا ندوب البيستولي. عندي شمعه ما عنديش انا، المهم نخدم. فوالا نلصق الحاشيه هكذا، شوفوا البنات كاش جاتني الحاشيه كاش جاتني. نحكم هذوك اللي ساقات اللي خدمتهم عند مريم السيبر تاع البازيطه، نحي لها الغراء. دوكا نحاول نخدم ان فوالا شويه كبير هكذا البنات، نلصقوا بالبيستولي باش يجونا نفس الكيل. انا حكمت هذا الكيل، دوك نكيل كامل الحاشيه هكا باش يجونا لينو كامل كيف كيف. فوالا ندير لينو تاعي هكذايا، لصقوا اني لصقتو بيستولي البنات. شوفوا دوكا واش ندير، شويه هنا بيستولي ولصقوا فوق الحاشيه اللي درتها فوق البابي. شوفوا البنات كاش جات، فوالا جوست ان ديكور. فوالا هكذايا لصقت فيا هذه، فوالا ندير لي ساقه تاع فيليسيتاسيون اكرام، نحطها فوق لو نو تاعي. شوفوا لا ديكوراسيون تاع لي بابي موشوار كاش درتها، فوالا شوفوا بزاف شابه صراحه، انا عجبتني اونيدي. فوالا نطلعوها شويه، درتهم لكم فوق ناسيه بيضه باش يتبان لكم لا ديكوراسيون هذه بور لا سوتونس.
شوفوا البنات لي بابي مشواغ تاع لا سوت دونس كيفاش خدمتهم، شوفوا كيفاش جاو شابين بزاف. تقدروا ديروا هاد لونو منا. شوفوا هاد لي باي البنات 25 وحده، يديروا 20000. نجي تصدتهم صدقوني حتى رحت حتى الميسوني بالشري صدت هاد لا كولور. شوفوا لي باي هادوما حندير لهم ديكوراسيون، لا ديكوراسيون تاع تاع التخرج تاع لا سوتونس. شيتهم نوار بالارجون فوالا. نجبدهم، انا حابه البنات نخدم قبعه صغيره، قبعه صغيره وانو كوم ان ديكور. واش نحتاجو؟ نحتاجو داك البابي اللي خدمت به القبعات تاع القارورات، فوالا قبعات تاع القارورات. حنخدم قبعات صغار، ديجا انا اللي خدمت شوفو قبعات تخرج صغار، صدقوني راني في تحضيري. فوالا نحكم هذاك البابي البنات نوار مقطع شريط، فوالا شريط هكذايا. ونقطعو هكذايا يعني عشوائي ماشي فوالا هكذا. انروليه كيما راكو تشوفو، شوفو كاش روليتو. هذه هي القاعدة، نحكم الغراء ندير كمية، فوالا الغراء ندير كمية هي مغلوقة، ندير كمية من الغراء ولا البيستولي عادي نورمال نغلقو. فوالا أنا لصقتو، شوفو صباعتي نحرقو كامل بالبيستولي. شوفو كاش درت هاد القاعدة، نحكم تانيك مقطع البنات شغل مربع صغير يعني بلا حساب. شوفوا هكذا شريط شويه خشين فوالا، ونقطع مربعات بلا حساب بلا والو هكذا كيما راكو تشوفوا هكذايا. شوفوا قطعت سنديكم اون اسيت فوالا باش تشوفوا مليح اللون الابيض يبان عليه اللون الاسود، ونحط هدية من الفوق نتحصل على قبعة. كاش لصقها تانيك بطريقة جد سهلة بالغراء فوالا البنات. راني نوري لكم ديزيدي هكذايا، تفرحوا روحكم في التخرج وميم طون تقدروا تعتمدوه كمشروع راهو داير حالة فوالا. شوفوا القبعة تاعي كيفاش نحطها تنشف نوقفها. شوفوا القبعة كم لاباي، شوفوا لاباي دوكا حنخدم بال هذه الحاشيه غوج رقيقه. شوفوا لي بابي خدمتها بالخشينه، ها هي الخشينه، وهذه دوكا رقيقه خدمت دي نو كيما شتوني مع الاول فوالا. بالبيستولي البنات ندير كميه فوق فوق لو نو هدايا ونحطوه هنا فوالا. شوفوا شحال جا شباب، ولا نزيد ندير فوقها كمية ونحط هذه قبعة التخرج. شوفوا البنات كاش جات قبعة التخرج فوق لونو. زين نقطع شريط صغير، قطعت شريط صغير البنات فوالا. واش ندير؟ ندير شوية غراء فوق قبعة التخرج كمية قليلة فوالا، ونحط هذيك الحاشيه فوقو. هذه هي لا ديكوراسيون تاع لي باي تاعي. شوفوا البنات ثاني درت لها اون بيير هنايا، شوفوا هاد لي بيير صغيورين لصقتها بالشغل تعطي بريق هكذايا. شوفوا شحال جاو شابين. فرشت، شوفوا الفرشة تاع الكيكه اللي ياكلوا بها الكيكه في نهار لا سوتونس فوالا. شوفوا شريت فراشط اونوار هذا واش كاين وسط حوست كاع هذا وسط اللون الاسود. حندير فيهم لصقات كيما لصقتهم في لي بابي موشوار فوالا. شوفوا طريقه جد سهله يلصقوا فاسيلمون. درت دي نو بالدوغي حاشيه دوغي فوالا باسكو لي بواط فيهم الدوغي. دير شويه بيستولي تنحرقت كامل صدقوني غير تنحرقت كاع اليوم فوالا. ندير لونو هنايا
نحاول ندنيه منا، ندنيه منا، اي فوالا هذه هي الفرشات ديالي تاع هادو هما البنات. من بعد التحضيرات الاولى لتخرج ابنتي، انا نقول التخرج يعني هاد العفايس اللي درتهم معكم ندوهم معانا نهار المناقشه كي تسوتني للاساتذه تاعها ولا لي زانفيتي للتما. الوغ البنات هادو هما بعض التحضيرات. فوالا حاجه الاولى البنات، شوفوا كاين الناب تاع التخرج. فوالا الناب ما حبتش تحلها اكرام، فوالا حتى نهار لا سوتونس. الناب تاع التخرج فيها تانيك القبعه، فيها نبولات اكسيتيرا. البخي تاعها 25000. فوالا البنات هاد العلب تانيك تاع لي زانفيتي، فوالا لي تما. شوفوا الف مبروك التخرج. هاد العلب تانيك للاساتذه، شوفوا شابين بزاف، حاجه كلاس هكذايا. لي باني البنات كومونديتهم عند بائع مستلزمات الحلويات. شوفوا مي للاسف ما جابهمليش اليوم. هما دي باني نديرو فيهم هاد لي بواط، كاين شكل مربع وكاين شكل مستطيل. هادي نديرو فيها الحلويات لي بروف الاساتذه. جوست نعطيكم نظره باش تعرفوا واش ديروا. هادو ديزاسيات، بون ديزاسيات كاين الف مبروك تخرج. وشنو كبار انا حبيتهم صغار، شوفوا خيرتهم نواق بالدوغي باش نواسوا لي زانفيتي تما. الكيكه كي نقسموا الكيكه نديرو فيهم. هادو هما القارورات البنات اللي خدمتهم معاكم. شوفوا تخرجت صحفيه بالمناسبه، ابنتي اكرام حتخرج ان شاء الله صحفيه تاع الكوكا. درت كميه الله يبارك لا باس بها. فوالا هادو هما لي باي، شوفوا شحال جاوا شابين عجبوني متحوفين، فيهم قبعه صغيره تاع التخرج. فوالا هادو هما لي فورشيت الفراشات اللي خدمتهم معاكم. طريقه سهله، شوفوا البنات تاع ياكلوا بها الكيكه. وهادو ما مساسيك تاع التخرج. فوالا شوفوا مسقولي، شوفوا شحال شابين، حنديرهم فوق ميني شاورما في لي صالي المملح. البنات هاد لي ساقات هادو كامل خدمتهم عند مريم في البازيطه، عطيت لكم الرقم تاعها اتصلوا بها اكيد حتفرحكم ان شاء الله. البنات خديتوا فكره ونظره على بعض التحضيرات التخرج. هادو ما تحضيرات، ان شاء الله نخدم معكم حلويات وكيكه التخرج ابنتي، وتحضروا معايا خطوه بخطوه. نعاود نقول لكم فانتم عائلتي الكبيره، على بالي تفرحوا لي وربي يحفظكم ليا. لا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه. هاد الكلمه ما نزيدش نقولها كاع، ما نزيدش نقولها كاع باسكو كل يوم نقولها وما حبيتوش تفرحوني. البنات ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يثبتكم، وبالتوفيق لبنتي اكرام وجميع الطلبه ان شاء الله، ومام لهم يجوزوا البكالوريا ان شاء الله. وربي يكون مع الامهات، خاطر الامهات تانيك اني مجربه، الامهات تانيك فريمون فريمون يمرضوا الدمعه في العين لابول في جال اولادهم. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. سلام.